جاء الآن دور المصممة نادية بوطالب. هذه المصممة استلهمت التشكيلة ديالها من عدة آلات موسيقية بحال العود الفارسي وغيره. اختارت ألوان هادئة ترابية مختلفة واشتغلت عليها بترسيعات وتنبات وخدمة معلم على شكل رسوم هندسية توحي أحياناً للنوتة الموسيقية. استعملت أتواب من قبل ساتان دوشيس مطرز مرصع بالبايات. رسوم على شكل طرز وتزويق تملأ جوانب القفطين بطرق مختلفة. نادية بوطالب كتميز باللمسة ديالها استعمالها للرسوم الدقيقة بشكل راقي جدا. أتواب حريرية وألوان آدمية. قفطين نادية بوطالب بقصات كلاسيكية من قطعة أو قطعتين لا أكثر وتطريزات ورسوم تملأ واجهات وجوانب القفطان بأشكال مختلفة إضافة إلى أحزمة مرصعة بالأحجار. اعتمدت على أكسسوار واحد وهو الأقراط
المرصعة بالأحجار، وهذه الآن هي تشكيلة نادية بوطالب، تشكيلة مميزة بألوان هادئة جداً وبتقنيات مميزة كذلك تبرز حنكة الصانع المغربي وكذلك إبداع المصممين.